في اللبس باش تاع الحكومة، والضباط كانوا برا ما خايفين يخشوا، خايفين يخشوا من مع أخويا. طلعوا في العربية بتاعتنا، هرم على عمي، طلعوا كلهم جم الدين. الحكومة كانوا خايفين يخشوا، قال نحن دخلوا قبل الحكومة ما تخش. أخوك مين أول حد راح لكم مكان الحادث؟ كان لوز وواحد اسمه بدر، وبعد كده كل راح. ما كنتوش قاعدين جنب جثة والدك؟ أنا كنت العربية الملاك اللي خدتني دي، لقيت واحد اسمه رولز بره على الصحراوي، عارف أبويا وعارف أمامي كله، راح خدني وداني البنزين، وهم خدوا أبويا الإسعاف عليها خدته ودته المستشفى. شفت والدك قبل ما يدفع؟ شفته وهو ملاك على الطريق. كان نفسك تقول له حاجة؟ كان نفسك تقول له؟ مش هقول له كتير. قلت له إيه؟ كنت بقى أعلمك عليه، مش هقول له قلت خالص، وعليتي كانت ما تتبلش. قال لك حاجة قبل ما يجي؟